يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا. نبدا معاكم يوم جديد، حلقه جديده السادسه. تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا في حلقه النهارده، والكلام طبعا هيكون حاضر على مواجهه الاهلي. خلاص 72 ساعه بتفصلنا عن واحده من مواجهتي الحسم. هي يمكن الحسابات معقده في المجموعه دي وكل الاحتمالات قائمه، وعايزكم تبقوا متفائلين ان شاء الله. باذن الله الاهلي قادر جدا جدا جدا، وخصوصا بعد اسبوع قدر فيه نوعا ما الفريق والجهاز الفني ان هم ياخدوا نفسهم بعد فترة طويلة جدا من ضغط الماتشات. مباريات كانت كلها من العار الثقيل، مباريات كانت كلها الحقيقة مع فرق من الفرق الثقيلة، واعتقد انه ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكون في احسن حالاته، سواء في مواجهة المريخ السوداني يوم الجمعة اللي جاية، او حتى في مواجهة الهلال في الاول من ابريل. حتى اللحظة مفيش معلومة رسمية عن تأجيل، بس في ظني وفي تقديري ان المباراة هتتأجل ما بين 24 و 48 ساعة. وعلى كل الأحوال هنتابع، وبالتأكيد هنقول لحضراتكم حينما يتم الإعلان عن الأمر رسميا في السادسة. خليني أخذ